عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد حربي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا بعتذر الفترة اللي فاتت ان انا ما عملتش فيديو جديد عشان ضغط الشغل وكده، بس النهاردة هعمل فيديو كده نضحك مع بعض شوية غير الفيديوهات اللي انا عودتكم عليها. الفيديو ده مش اسلام ولا تحفيزي، هنقول شوية جمل مع بعض وهشوف مين فيكم هيكمل معايا للآخر. من خلال الفيديو ده انا عامل تحدي معاكم، هقول شوية جمل واشوف مين فيكم هيقول نفس الجمل، هشوف مين فيكم لسانه خفيف. اللي هيكمل الفيديو للآخر يكتب في التعليقات هو نطق كل الجمل صح ولا غلط في حاجة، وياريت تعرفون ان انتوا قلتوا كل الجمل ولا لا. نبدأ التحدي، مين فيكم هيقبل التحدي؟ يلا نبدأ التحدي. أول شيء حاجة بسيطة ما تستبسطهاش. تاني شيء موس مستو مسنهوس. تالت شيء قميص نفيسة نشف قميص نفيسة منشفش. رابع شيء بقرتنا وبقرة بركات خرجوا في أرض الكرات، مين يعرف مربط بقرتنا من مربط بقرة بركات. ستة شيء طبق طبقنا طبق في طبق طبقكم، فلما طبق طبقنا طبق في طبق طبقكم ينفع طبق طبقكم يطبق في طبق طبقنا زي ما طبق طبقنا طبق في طبق طبقكم. السابع ولا السادس ما علينا، قلنا حاجة بسيطة ما استبسطهاش. عجلة قامت من منومها نامت في منوم غير منومها. قميص نفيسة نشف قميص نفيسة منشفش. موس بس ومس نهوس. أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورني. إيه تاني؟ قلنا كله كده؟ طب يلا السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر على نشر المزيد إن شاء الله. اشترك الآن ليصلك كل جديد لتعرف كنوز الإسلام وتأخذ جبال الحسنات.